السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم كالعاده في قناتي وخالتكم نور زنده. اليوم ان شاء الله الاقتراح ديالي لكم هو واحد الشهده كتجي سهله وبنينه. جلست تنفكر شنو غندير للدراري الكوتي، شي حاجه اللي تيكون فيها الشكلاط والفرماج، هادشي اللي كيعجبهم. وصافي طاحت عليا الفكره تاع الشهده اللي ما كتاخذش وقت وما فيهاش مقادير بزاف. هنا كما كتشوفوا عندي 500 غرام تاع الدقيق، عندي واحد الساشي تاع الفاني، عندي خميره يعني واحد معلقه صغيره تاع الخميره بالنسبه الى كان الجو بارد من طبيعه الحال كنضبلوا الخميره. هنا عندي الملحه، يعني كان نزيد المقادير وميم طون كنصهر الماء. هنا عندي السكر غادي نزيدو على الخميره هكا، عندي ساشي تاع الفاني، عندي جوج بيضات، بنفس الكأس اللي عبرت بها السكر درت هنا ربع كأس تاع الزيت. هنا عندي واحد المعلقه ديال الزبده اللي ذوبتها، نتوما كتشوفوها الفوق، هي هذه معلقه، والمعلقه باش عبرت يعني هي نفس المعلقه باش درت، هي هذه نتوما غادي تعبروا بالمعلقه اللي عندكم. ودرت معها سخنت معها الحليب باش غادي نعجن ان شاء الله. وها نتوما معايا يعني الحليب عين في ميزان، شي بالضروره يكون يعني ما كيتعبرش حسب الامتصاص تاع الدقيق. نتوما كتشوفوا اللي نخلط كما كتشوفوا هذا الكاس جاني هو هذاك، العجينه كتكون مرخوفه. كنعجنوها بهذه الطريقه هذه، كما قلت لكم كتخدم بهذه الطريقه هذه لانها كتكون هي جاريه. ما تخمر باش نكملوا الطريقه ديالها ان شاء الله.
صافي خليت هاد الدسه 10 دقائق. هنا وجدت كيتعمل الفرماج المربع، وهنا كيتعمل الشو. هذه هي طريقتي نورمالمون المعتاده اللي كنعتمدها باش ما كنضيعش الوقت. كنستمر على هذه الطريقه حتى نكملهم ونرجع معكم. هما لي بريوش او الشهاده ديالنا ملي خمرات. هنا عندي واحد صفرة البيض كما العاده، ما كان نضربوهاش يعني بالجهد هاد لي بريوش باش ما يهبطوش لينا، ما تهبطش لينا الخميره. صافي كان ندردر عليهم شويه ديال الزنجله. ها هما كنديهم للفران ان شاء الله يطيبوا وغادي نرجع معكم باذن الله. ها هي كتشوفوا كي دايره، يعني غزاله ريحتها عاطيه ورطبه. هانتوما كتشوفوا قطنيه. غادي نحاول نقطع لكم وحده ان شاء الله. واخا باقي سخونه الصراحه، باش نوريكم. شفتوا قطنية وشوفوا يعني الشوكولاتة، غادي نحلها لكم من الوسط باش تشوفوا الشوكولاتة والفرماج كيفاش كيجيو. كنتمنى انه يكون واضح. الفرماج ها هو دايب في وسط البيوش. كنتمنى انه الاقتراح ديال اليوم يعجبكم وتجربوه صراحه. انتم كتشوفوا راه ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات وما فيهاش بزاف ديال الوقت، ومغذيه وزوينه وكتعجب كتعجب الدراري. كنتمنى ان شاء الله انها تعجبكم. ودائما كالعاده في اي فيديو نبغي نشكر كاع الناس اللي انضمت للقناه ديالي مؤخرا، كاع من البلدان اللي تزادوا عندي، يعني كانوا مشاهدين عندي بزاف من المغرب ومن فرنسا. دابا الحمد لله تزادوا عندي من مصر، من السعوديه، من تونس، من الجزائر، تزادوا عندي حتى من بلجيكا الحمد لله، اللهم لك الحمد. تزادوا عندي من المانيا الحمد لله، تزادوا عندي من اسبانيا والحمد لله، اللهم لك الحمد. تنقول لكم شكرا لكم بزاف كاع الناس اللي ساهمتوا يعني في تكبير القناه ديالي، وكاع الناس اللي كتعطيني من وقتها كنقول لكم شكرا بزاف. وهذه قناتي وقناتكم نتوما، يعني الا كبرات راه بكم. واي قناه، اي قناه كيف ما كانت، اي قناه وكيف ما كان الموضوع اللي كتناولوا او تطرحوا، راه ما يمكن ليهاش تكبر الا اذا كانت بمجهودات ديال الناس اللي كينضموا ليها. من طبيعه الحال تنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء.